ورجعنا لكم الفاصل ومشرفني منورني دلوقتي في شارع نهار اميره البالي. ازيك يا اميره؟ الحمد لله زي الفل. اخبارك ايه؟ كويس. اميره البالي شاعره او بتقول شعر بالعاميه يعني بالكلام اللي انا بقوله ده. بداتي ازاي؟ بدات من 6 7 سنين، كنت في سن صغير، كنت بحاول دايما ان انا اكتب اللي الناس مش بتكتبه، اللي هو التفاصيل. مفيش حد بيلعب على التفاصيل، فكنت بلعب على التفاصيل بشكل بسيط بقى. بس فبدات اكتب اول قصيده، بعد كده واحده كمان، وهكذا لحد ما الموضوع بقى معايا جد وهدف، لا انا هكتب شعر، انا عايزه اكون حاجه في المجال ده. بس فهي بدات معايا الاول كهوايه، بس الموضوع بقى قلب هدف. كتبتي اكتر من 40 قصيده؟ صح؟ صح. ايه اكتر واحده حسيتي فيها بنفسك قوي، او حسيتي فيها ان هي بتلمس مشاعرك قوي او احاسيسك قوي او كده؟ قصيده اسمها النص ده عني. النص ده عني. النص ده عني، يعني الشعر ده عني مثلا؟ بالظبط. وليه كان عنك؟ هو مش عني لوحدي، هو عني انا وافراد كتير كانوا اصدقائي. جمعت كل الحاجات اللي بتحصل في تفاصيل العلاقات وفي النكد وكل حاجة، حطيتها في النص ده عشان اطلع كل حاجة مش بتتقال، اطلع كل حاجة الناس بتبقى كاتماها ومحتاجين حد يقولها بدلهم، فحاولت اطلعها في النص ده. طب الشعر بالعامية بيلاقى استحسان من الناس؟ ده حقيقة. دلوقتي بقى الموضوع كبير قوي، الناس دلوقتي بتحب تسمع شعر قوي. كان الاول غنى بس، او وكانوا كمان يستتقلوا الشعر الفصحى. دلوقتي الموضوع اختلف، الموضوع بقى ناس بتحب تسمع شعر، الناس عايزه تسمع شعر عاميه، لو الموضوع بسيط بيلمس حاجات جواهم فنسمع بقى شعر. طب نسمع بقى شعر عاميه مع اميره البيالي، هتبداي معايا بايه؟ بالنص ده عني. بالنص ده عني، النص ده عني، هي بتقول لك ده بيحكي عن حاجات ليها علاقه بكل بني ادم هيحس ان هو بتاعه. صح. يلا بينا. في المره دي بسرد لكم حالتي، وانا بس طالبه تسمعوني بحرص. انا مش بخيل، انا فيا شيء اتكسر وطفاني بالاجبار. انا بنت واقفه في ارض مش ارضها، رجليها غاويه تشب للسماوات وما بتوصلش. بكتب لكم وفي ايدي تليفوني وفي ودني هاند فري، ومعايا قهوه وفي جو شتوي جميل. الدنيا ليل والجو ساقعه بشكل خلى ضلوعي صابها البرد، ومفيش في ايدي الا حبه شعر. الاوضه ضلمه الا منفذ نور، والحزن واقف جنبي وقفة جدعانة، ست بتغني بصوت مكسور. هو حنامي عليك قساك حتى عليا، كانت عينيا حلفة ما تنزل دموع، كان في أنين فيا يكاد يكون مسموع. البنت لو تتهان الشدة يومها تلين، الخوف بيصبح دين، الحزن يبقى روتين، حتى الشبع بيجوع، وأنا شبعي جاع لأي حضن وطبطبة. يومها كان الفضاء أضيق طريق بمر منه عشان أهرب من العالم. الست لو تتقل كرامتها ما تقعدش ثابتة وواثقة في خطاها، الضربة لما بتيجي من روحك لروحك بتبقى طعنة تشل أركانك. مش كل حد يهين يكون هانك، لما الإهانة بتبقى من نفسك بتبقى أصعب جرح علشانك. كان نفسي أصرخ يومها من تعبي، أو حتى أحضن جدتي في بيتها القديم. الموت أخدها مني من فترة، مش فاكرة مرة على الغياب كم سنة، لكن أنا مشتاقة ليها بشكل صعب إني أوصفه بالقول. بتمنى جدا أروح لها دلوقتي. شعري اللي كنت بخاف عليه لو يقع قصيته عمدا ورميته من الشباك، كل الإهانة تعود لي في فلاش باك. أنا روحي صبحت تبغي مش غالي، بينفخوه من الوجع فيطر لهم دخان. قلبي الذي أصبح سيجارة بتتحرق علشان تخرج هم من صدركوا البالي، كان هو على بالي. مسكت ايديه من عزم قوتها زرقت قلبي، مش بس ايدي يا خلق والله، بنبرة شدة قالها لي لكوني الآمر الناهي لابد تنفذي أمري. لأول مرة أخاف منه فألجأ للهروب وأركب في أول تاكسي بيعدي وأتخبى، لأول مرة تبقى دموعي مش حابة وتقلب فيض، شلال عياط غرق خلايا الحب جوايا، محتاجة حضن وكره يجي ويبقى ويايا. من امتى في تبرير لمد الايد؟ من امتى في غفران لاي حبيب يأذي حبيبه بعنف او اسوأ؟ والمؤلم انه يظن ان الصح ما بيغلطش، ازاي في عزم الضعف ما بعيطش؟ بقالي يومين الدمعه عامله اعتكاف جوه الجفون ورافضه تخرج،
رغم احتياجي الشديد لخروجها دلوقتي الخوف ما عادش جزء من وقتي. انا خوفي اصبح كل فيمته في يومي من يومها. انا روحي فقدت كل بهجتها والبهجه فيا افرازت لونها. اصبحت مطفيه، الحزن مشغيه، الاكتئاب ملعون. الله يسامح قلبك الطيب علشان وجعني وخلى روحي تهون على ضعفي فيدوسها. ايدي اللي كنت تبوسها تطمن صبحت تخاف والرعشه ماسكاها. لاول مره قولوني العصبي يتباهى بانه جعلني بتألم. لاول مره لقيت الضعف بيعلم والحزن عشش يومها حواليا. هو حناني عليك قساك حتى عليا. انا قلبي حرفيا بيبكي وبحرقه. في لمبه فيا انطفت مش سهل تبقى منوره تاني. في حاجه مسكاني ومربطه ايدي. في عله في وريدي وفي التهاب اوتار بيخلي ايدي لما بتضايق بتوقع الاشياء. وانا طفله صابني بهاء. ويومها دكتور مجدي عشماوي قالها لامي اياك وزعلها. اميره اضعف من انها تستحمل الاحزان. كبرت صابني الشعر والكتمان. ووشي مخازن للحبوب علشان قلبي ضعيف يكتئب من اي شيء تافه. من اي شخص يمر ايا كان. ما بالكوا لما الوجع يجيلي من نفسي. كان بس من نفسي اعيش قويه وقادره اتحمل. مش عايزه اتجمل. انا قابله شكلي بكل عيب فيا. انا قابله نفسي لكني مطفيه. في فجوه حاصله في جوفي مش بتروح. تنهيدتي طالعه كانها لحظه طلوع الروح. في شيء مانعني في كل مره ببوح. كل الحكايه اني مكسوره. معروفه من صغري باني صاحبه مرض. القلب فيا ضعيف. الحزن لو جاني جسمي اللي بيعاني من كام مرض جلدي على ضيق نفس متعب مع شد عضلي جميل. والعصبي قولوني بيتعبني وياهم بستنى وقت الليل والناس نيام علشان اكتبني في الاوراق. يمكن ابطل بكى جايز في يوم هرتاح. الجرح فيا مباح. الكل بيجيني ويسيبني ويفارق كاني فندق او كازينو او لا شيء. مكتوب على ظهري اهبل متاح للتجربه. مكتوب عليا الغشم. بدي اهتمام مجان ودي الفرح مجان ودي الجميع الخلق الحب بالمجان ولا الفراق مختوم. قلب البشر بقى دون وانا لسه برضه بدون قوه تخليني ابعد واسيب وامشي. عيني ما بتنامش. فمسكت اوراقي وكتبت وانا ببكي حبيت فلان لكن احتجته ما لقيتهوش. فعرفت يومها ان الجميع فترات وان الجميع بوشوش. ألم فراق جدتي كانت طعنته سمة. أنا لما كنت وحيد كان حضنها اللمة. حلفتها ما تغيب لكن قضاء الله وكلنا هنموت. من يوم فراقها صابتني متلازمة سكوت وبقيت بطلع وجعي في الأشعار. حبيته فاتكلمت. يا ريتني ما حكيت. لعمره يوم اهتم ولا قال لي أنا جنبك. كان نفسي يفهمني أو يحتوي خوفي. كان نفسي يوم يهتم بمشاكلي وظروفي. كان اولى ما استناش انه يكون جنبي. الذنب مش ذنبي علشان بحب بغلب. قلبي الحديد والصلب يظهر لكم اقوى مع انه اضعف من سيجاره بتتحرق مش قادره لو تصرخ وتقول خلاص يكفي. بالله ما كان يكفي تشوفوني بتألم وما تسندوش عجزي. فبقيت زميل وحدتي. مشهد وفاه جدتي ملخص وجع القصيده من بدايه سردها. ماتت على سرير. جريت بخوف سبتها وبصوت ضعيف مهزوز بابا تيتا اغمى عليها تقريبا. الحقني شوف مالها ارجوك تصحيها. الموت ماهوش ليها. وعدتني هتعيش لي. الوعد ايه معناه؟ دكتور محمد سكت قال لي البقاء لله. رجليا من خوفي الرعشه ما سابتهاش. يا تيتا قلت بلاش هزار امي. انا ليا مين غيرك؟ طب مين هيفهمني؟ مين ينفع احكي له بعد ما تسيبيني؟ ده انت اللي بتجيني فتزيلي مني الخوف. بالله كفايه هزار. يا بابا صحيها. الموت ماهوش ليها. وعدتني هتعيشني. الوعد ايه معناه؟ دكتور محمد سكت قال لي البقاء لله. يا تيتا قلت بلاش هزار ام. ازاي تموت وريحتها لسه يا خلق في هدومي؟ من بعد موتها لحد هذا الوقت انا لسه ببكي ولسه بهمومي. اما هو بقالي فتره محتاجه افضفض له. محتاجة أحكي له وأشكي له عن وجعي. وهو في حياته مع ناس كتير غيري. بقالي زيادة عن شهرين بحاول أنام ومش عارفة. إيدين ماسكين رقبتي بعنف. في صرخة شديدة ما بتطلعش. في دايرة خنقة بتحاوط حياتي بشكل أرهقني.
وفي أشياء كتير تلفت بفعل الحزن جوايا. مثلا كلامي معاه بقى بيختلف، مش قادرة أقوله إزاي لحد هذا الوقت مش فاهم بإني بقالي زيادة عن شهرين محتاجة حضنك وإني مش لاقية، وإني اكتشفت بإن في أشياء أهم عنده من إني أبقى معاه. في حاجات أحسن ما تدركهاش، وفي حاجات بالوقت تدركها. إياك تسيب روحك لأي حب ما. الحب إيه غير عشم؟ ودي قمة المعاناة. الاحتياج بيذل لو كان لغير الله. كتر الطيابة يهين ويقل من شأنك. معنى الرجولة الرفق مش شعرتين دقنك. الشك لعنة قتلها لو صابت علاقتك بالبشر كفة. قلة كلامك والسكوت هيميل الكفة ويخلي نسبة حزنك أزيد من الكافيين في دمك كل يوم بالليل. سجاير أصعب رصاصة رحمة مش بتفيد. مش كل شيء اسمه ونصيب. دي ستارة للي بينوي على الفرقة. الموت والاشتياق صاحبين، وأنا جدتي وحشاني طول الوقت. سرطان علاقة أي حب الشك، سرطان علاقة أي صحبة الغدر. فما تأمنش الشخص قالك في يوم عكاز. كل الكتاف بتميل من خلف هذا الكتف. نسقف لها بقى كلنا. انت ايه احنا ناقصين يا شيخه؟ حرام عليكي. قصايدك طويله جدا، بتقعدي تكتبيها في قد ايه؟ لا هي مش كلها طويله، اغلبها بيبقى قصير، بس لما الحاجات القصيده دي بالذات علشان قلت الم فيها كل الحاجات اللي ممكن تكون بتوجعنا، فقررت ان انا دي تكون طويله. دي اديتها حقها قوي. دي فيها حد تقريبا ضرب واحده. ضرب واحده وهي في نفس وقتها جدتها الله يرحمها توفت. وهي كانت اقرب الناس ليها. ازاي قدرتي تعملي ايموشنز كتيره جدا ومشاعر كتيره جدا وحاجات في قصيده واحده، واكيد وفيها كل حاجه اي بنت، يعني فيها البنت اللي هي ممكن تبقى حبت وفي نفس الوقت ما لقيتش اللي جنبها، فيها الصداقه اللي هو انت قلتي سرطان الصداقه الغدر وسرطان الحب الشك. كلمتي عن الشك وكلمتي عن الصداقة، كلمتي فيها عن الحميمية ما بين البنت وجدتها العيلة وكده. ايه جبتي ده كل الافكار دي كانت عيشتك ولا عيشة البنات اللي حواليكي واصحابك ولا بارت ده وده بارت ده؟ يعني هما كلهم مع بعض كده جمعتهم سوا وعملت كوكتيل لطيف. الوقت اللي كتبت فيه القصيدة دي كان وقت انا تعبانة فيه جدا بسبب وفاة جدتي، فقررت ان انا هكتب لان انا بحس ان انا مخنوقة بلجأ للكتابة. فكانت جدتي متوفيه فقلت انا خلاص انا هكتب شعر دلوقتي. كان وقتها برضو في بقى الحالات الكتير التانيه دي مع ناس حواليا، فقلت انا هكتب فهطلع اللي جوايا واللي جوه الناس دي كلها عشان القصيده تطلع بقى بالشكل ده. لا بس طلع حلو كده، ربنا يرحم مبدئيا جدتك يا رب، ربنا يرحمها يا رب. ودايما كده تكتبي حاجات حلوه. الحلو في الموضوع يا اميره اذا انا حاسس ان انت بتتكلمي بتقولي شعر بس بلغتنا. اللي هو فعلا لو انا النهارده قاعد مع واحد صاحبي او قاعد مع اهلي او قاعد مع صاحبتي او كده، هبتدي اقول لها تخيلي فلان ضربني في ظهري، وحشتني جدتي، ده انا مسكت ايديها حسيت كده، فمش حاسس ان الكلام غريب وفي نفس الوقت حاسس شعر بشكل حلو جدا. فشابو ليك يعني بجد. ايه تاني؟ ايه عندك قصيده ايه تانيه ممكن تقوليها لنا او حاجه كده تقوليها لنا؟ في قصيده لسه جديده. عندي حاجه مبهجه لطيفه. اسمها ايه بقى بالفطره بقى؟ حلوه ولا لا؟ لا والله حلوه صدقني يا اميره. حسام مش معقول. انا مش عايزه اطلع ناس زعلانه، ارجوك انا عايزه ابتسامات عارمه. اوكي يلا بينا. يلا بينا. اسمها ايه؟ بالفطره. بالفطره. اوكي. بالفطره في ناس في حياتنا فتره يجوا ويمشوا في ثواني، وفي ناس في حياتنا نكره افضلنا في يوم عليهم، وفي ناس في حياتنا نكره خلونا في يوم نعاني. في ناس في حياتنا عله تركونا بدون أدلة، كانوا صحبة وكانوا شلة، وإن جيت مهموم بفضفض علوا في صوت الأغاني. في ناس في حياتنا ياما فترات هتمر لكن هتعلم فيك بغل، وفي ناس هيزيد زهقها وهتترك لو تمل، وفي ناس هتزيد في وجعك وفي شخص هيبقى ضل عينك هتجيبه لكن هتغض الطرف عنه. هيمر الوقت ثم هتحس إنك في دم وربك تدبيره حكمة، والحزن هيبقى فاني هنحب ونبقى أحسن وجروحنا تلم تاني.
يا رب نحب ويعني ونبقى احسن وجروحنا ما يبقاش فيه ولا جروح ولا اي حاجه في الدنيا يا ويا رب يجعلها سنه حلوه عليكي. امين يا رب. وعلى الناس كلها. اميره البالي انت شرفتيني ونورتيني. بس بصي بقى، يوم ما تبقي بقى شاعره كده، انت شاعره كبيره، بس يوم ما تبقي كبيره قوي بقى في الوطن العربي زي ما توصلي، ما تتنكيش علينا وتجي لنا شعر. لا عيب عليك يا حسن، هزعل منك، هعمل لك شعر. ابدا انا جايه عشانك والله. والله هعمل لك شعر، هعمل لك شعر. ماشي اوكي. اميره شرفتيني ونورتيني. تسلم لي. فقرات كتيره جدا، ما تنسوش تعملوا الاميره فولو على الانستجرام بتاعها اميره البالي. فقرات كتيره جدا في شارع النهار على قناه النهار. سلام.